يعني استاذ كمال، هناك فرق بين العلاقه مع الاقليم والعلاقه مع مسعود. مسعود خلص يعني انهى تاريخه وانهى وجوده في الشمال وسيحاكم امام محكمه الشعب الكردي، ارتكب جرائم بحق الشعب الكردي وايضا نهب مقدراتهم واموال النفط على مدى 25 عاما هو كان يسلب وينهب هذه الاموال. بالتالي مع ايضا مع المركز هو ايضا ارتكب جرائم عندما امر بمواجهه الجيش العراقي والشرطه الاتحاديه وكان هنالك شهداء من الجيش العراقي، لذا هو انهى وضعه. ونحن مصرون على ان مسعود الغزاني هو كابو بكر المجرم ابو بكر البغدادي، لا يمكن ان نميز بين الاثنين، هما مجرمان ارادا ان يسيطرا على العراق او يقسمان العراق او يسلمان جزء من الأراضي العراقية بيد الأمريكان أو الصهاينة، لذا ليس أمام مسعود إلا أيام معدودة فقط لكي يقف أمام محكمة الشعب الكردي ويحاكم يعني أمامهم على ما فعله بالشعب الكردي وما سرقه من أموال سواء كانت عراقية أو كردية.